انه مفتوح، ده لو اتقفل نص ساعة تموتوا كلكم. ايه يا ابني، في حاجة؟ مفيش، بس واضح ان الورد في الاماكن المغلقة خطر. هو ورد اليومين دول؟ ورد الورد يا ابني كان زمان. لا 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 لا، مش اسلوب ابدا يا ناس، يا اللي في البيت يا حبيبة، عمي بيفضى يا جماعة. في ايه؟ في ايه بس يا يوسف؟ في ايه؟ ده في عدم انضباط في الأوضة جوه خالص. طب قولي بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل؟ كان يصبر شوية، يصبر لما ناخد على بعض. سلام عليكم. ما تاخدنيش بذنب بابا يا يوسف. يوسف يا ويكا، انت معقول هعيش لحد ما اشوفك لواء يا يوسف؟ يا ايوه فندم. اكيد سليمان باشا فاكرني. ايوه فندم. مش دي شقة سيادة اللواء سليمان باشا؟ هي كانت شقته بس احنا اشتريناها. طب هو راح فين؟ هاجر كندا عند بنته. انا اذن حضرتك. سليمان باشا هاجر كندا، والوقت انت لسه صاحي يا ويكا؟ انت هتقول لي ويكا وتصاحبني؟ بقول لك اثبت مكانك واضرب في المليان. مش هتلاقي حاجه مليانه تضرب فيها. روح اعمل لي شاي. ايه ده يا بابا؟ قلقتني، في حاجه حصلت ولا ايه؟ مفيش يا ابني، ربنا يستر. ربنا يستر يبقى في حاجه حصلت. انت هتخبي على صاحبك الصغير؟ انت قول لي. ما لقيتش سليمان باشا، ساب وسط البلد. وانا بكلمك على شارع سليمان باشا، انا بتكلم على اللواء سليمان باشا. مشي، سافر. سافر؟ سافر ازاي قبل ما يوصى عليا في كليه الشرطه؟ نصيبنا كده يا ابني. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه بابا؟ ده انا حياتي كلها واقفه على اليوم ده. امال انا هعمل ايه؟ ده انا مصيبتي كبيره قوي، ده في ناس احتمال تاذيني. ما تخافش يا بابا، محدش هيمس شعره منك طول ما انا عايش على وش الدنيا. يا سلام، هتعمل ايه؟ هنجح ومن غير واسطه، وهتشوف ابنك ويكا هيعمل ايه. يا الصرخه حلوه، بس يا ترى هتعديه في الاختبارات؟ دي خريطة نخنوخ. لا تقول لي بقى خريطة العالم ولا خريطة الوطن العربي. الطريق ده والطريق ده والطريق ده أنا اللي راسمهم. ده الكباريه. حلو؟ عايزك تركز معايا. الخطة كالتاتي: أنا وأنت والبت تهاني هندخل الكباريه اللي فيه المطوة ده كبزاين عاديين خالص. البت تهاني هتلاغي الترماي، أنت تطلع المخدر وتحطه له في كوباية الخمرة. ماشي يا ريس. طب وأنت؟ اصطبر، أنا لسه دوري بعدين. بعد كده هيتخدر، هتشيله على كتفك بإيد واحدة وتطلع بيجي أكنه سكران، هترميه على الكنبة الورانية بتاعة العربية. حصل يا ريس. طب وأنت؟ اصطبر، أنا لسه دوري بعدين. جه يعمل قلق، يعمل أي حركة تقوم أنت كاتم نفسه على طول، فلفص يمين فلفص شمال، تفضل كاتم نفسه على طول. ماشي يا ريس. طب وأنت؟ اصبر، أنا لسه دوري بعدين. وبعد كده تقوم مطلع المطوة من الكباريه وتقوم غز الفطر. غزناها يا ريس. طب وانت؟ انت سبتلي حاجة اعملها يا غبي. بس النقطة دي تحية ليكم مني انا سامخ ابو الفدا. ربنا يخليني ليكم. يا عمنا دلوقتي، هو انت اللي بتنقط ولا انت بترد عليا؟ ده اللي بيقلدك. يا عمنا خلاص عرفنا ان ده المتشبهاتي، ما تخليش اقوم اقتلهولك قدام الناس. ماشي عمنا، ماشي.
انا هشربها لك. يعني بتلاقي الراجل ده بتقرطاسك يا كبير. انا عندي سوس يا غبي. دي الخطه يا غبي. يمشي لغي جامد بعنف يا بنت. ما تقلقش يا نوخه هنوضهولك من غير. النقطة دي والنقطة اللي قبلها مصيرهم ايه؟ عايز اعرف راحوا فين. النقطة دي بيتي اولى بيها ورقصني برضه. شامخ ابو الفدا واسم الحركه ترمواي. ما شفتكش قبل كده؟ تهيألي تقابلنا في شرم الشيخ. ساقعه عليا. يبقى في مارينا. حر قوي. طب في الغردقه؟ اغرب. يا روح قلبي ده احنا هنتقابل كتير قوي. يبقى نشرب كاس في صحتك. صحتك. ودوقي اللي معاكي وحستناكي بره. استنى. يا جامد. ايه سكران واخدينه رجع. ايه ولا المط ولا فوز ولا زي الخطه. نسيت المط ولا اكثر ولا اتصرف. سيبه نشن عليا. انا نشن عليا. ده انا ايدي تتقطع ولا نشن عليك يا ريس. اقتلني يا غبي. اقتلني. انت ادرى بقى. خيرتك يا ترمواي. على ايد واحد احول. سامحني يا كبير. سامحني يا كبير. قتلتك بايديا. ولا دبشه. مين ايه؟ انا يا غبي. يا ريس انا يا غبي. انا غلطان. ايه مالك؟ واحد وقتلناه. عايز تبلغ بلغ. البوليس نمرته 122 واحنا قاعدين هنا شوي. ولا قتلك يا ولد المجانين. يا ولد المجانين. بتقول ايه؟ قتلته؟ طيب يا نخنخ هكلمك بعدين. مع السلامة. الواد نخنوخ بيكذب عليا ولا ايه؟ هو المعروف عنه انه ملوش امان سعادتك. طب هنتأكد منين انه فعلا قتله؟ اما ترمواي يختفي وما يبقالوش اثر. لسه هستنى ترمواي لما يختفي. اسمع لما اقولك الواد نخنوخ